توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غداً الاثنين طقس بارد نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء يصل لحد ساقية على الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وكذلك وسط سيناء وشمال الصعيد. وهذه درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن والمحافظات، ففي القاهرة العظمى 15 والصغرى 7، الإسكندرية 15-7، مطروح 15-7، بورسعيد 15-7، الإسماعيلية 16-7، السويس العظمى ستكون 16 والصغرى 7، العريش 15-7، طابة 17-10، شرم الشيخ 20-12، الغردقة 19-12، الأقصر ستكون 19-6، أسوان 20-8، الوادي الجديد 18-5، شلاتين 24-10، وأخيرا حلايب 22-11. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة الاثنين في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.